مستمرين معاكم وفرحة كبيرة جدا. واحد من اللعيبة الرجالة اللي عمل مباراة رائعة، ويمكن كدماته وتكلينجاته والناس يعني حسين الشحات واحد من النجوم، جمهور النادي الأهلي بيحبك بشكل كبير، والهتاف لحظة هتاف الجمهور يا حسين ليك وهو بينادي عليك، لأن احنا محرومين الحقيقة من الجمهور ده. قبل الماتش اللحظة دي أثرت فيك ازاي وحابب تقول يا حسين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله طبعا يعني الاول حاجه مبروك طبعا لجمهور الاهلي العظيم اللي دايما ورانا ودايما في ظهرنا، مبروك لمجلس الاداره كابتن محمود الخطيب والمجلس كله، ومبروك للاعيبه الرجاله اللي كلهم رجاله دايما بيظهروا في وقت الجد، مبروك للجهاز الفني طبعا. والله طبعا الحمد لله، يعني الجمهور انت عارف دي احسن حاجه في الماتشات كلها، واحسن حاجه طبعا اللعيبه بتحبها، وطبعا بتبقى لحظه كبيره جدا ولحظه اي لعيب بيحبها، فالحمد لله كنت مبسوط يعني، وهي نقول بنادي عليا، والحمد لله احنا النهارده كنا متفقين كلنا ان احنا ما ينفعش نروح والجمهور ده زعلان، لازم نبقى كلنا نكسب عشان الرجاله كلنا نكسب ان شاء الله عشان خاطر الجمهور ده، فالحمد لله قدرنا ان احنا نكسب. السوبر بيمثل ايه لحسين؟ احنا واخدين الدوري، الكاس، افريقيا برونزيه، واخدين السوبر الافريقي، ولسه كمان احنا طماعين وجمهور النادي الاهلي طماع. طبعا والله بص، يعني جمهور الاهلي دايما بيحب البطولات، وانا يعني انا واحد من الناس، انا اخترت النادي الاهلي عشان خاطر البطولات، عشان خاطر اسمك بيتكتب دايما في التاريخ كل مع كل بطوله بس، فان شاء الله احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله، وان شاء الله نحقق خماسيه باذن الله، احنا كلنا متفقين ان احنا ان شاء الله نحقق خماسيه مباراه السوبر ان شاء الله الجايه باذن الله، السوبر المصري ان شاء الله نقدر نحقق الخماسيه السنه دي، ربنا يكرمنا باذن الله ومزيد من البطولات ان شاء الله. حبيبي يا كريم، الله يبارك فيك يا حبيبي، وكان كلنا حبيبي.